لا 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 يمكن يا استاذ ناجي، مع احترامي لحضرتك انا لا يمكن اتفق مع حضرتك ابدا. بقى الشارع المصري بيغلي ومولع وانتم بتحتفلوا بتل ابيب وتقولوا لي كتر سوبر. يا استاذ مصطفى، انا اتصفيتي في شمعتي ماشي امر ناجي اطلع بتلفزيا صريخ لهيوت تقوفا من مصراتها حط وصريخ قام لقريش اتناجي عطلة من إسرائيل. زود هاشب الله هاشب الله لمدينة إسرائيل وقام لي عما أني بطوح أدوني. وقاعدين كمان بتسلموا على مجرم الحرب متخنين للفارين حمورين مقود. مش ممكن ده، فأنو حيافين لفتوح مياد اتقوا شناجي عطلة. أنا أؤيد كلام الأستاذ فهمي 100%. شوف حضرتك، من حق الشارع المصري ان يعترض على اقامه الحفله. ناجي بيه عطله اللي بيتكلم ده يا ماما، ده كان القائد بتاعنا لما كنت في الجيش. واضح انك بتحبه قوي يا زاهر. بحبه الا بحبه، الراجل ده صاحب فضل كبير قوي عليا، اللي غير مسار حياتي كلها. عاجبني كلامه قوي، باين عليه راجل دغري ما بيهزرش ما بيهموش حد. اللي يقعد في وسطهم ويقول كلام زي ده يبقى راجل 10 على 10. لما دخلت الجيش كنت مرعوب، ما كنتش واخد على الحياه العسكريه خالص. قعدت 3 ايام ما اكلش من اكل الجيش، كل يوم الصبح اروح الكانتين اجيب باكو بسكوت وعليه طول اليوم. يا حبيبي يا ابني، رابع يوم بقى وقعت، ودوني المستشفى بتاعت القصاصين دي وعلقولي محاليل، ودخل عليا ناجي بيه قال لي انا هعمل لك محاكمه عسكريه، ده اضراب عن الطعام ودي جنايه عسكريه، وانا بتنفض من الرعب. وبعدين قعد جنبي وقال لي انت خريج ايه يا ابني؟ هندسه يا فندم. هندسه قسم ايه؟ قسم حاسب الي يا فندم. يعني بتفهم في الكمبيوتر ولا على قدك؟ انا اول دفعتي يا فندم. اول دفعتك؟ طب انا هديك اجازه طويله، تنزل تقعد مع أهلك لغاية آخر الشهر. أنا متشكر يا فندم، ربنا يخليك. بعد الأجازة ما تخلص تجيلي، هوزعك على فرع الحاسب الآلي والتكنولوجيا وتقضي مدتك كلها هناك. واللي اتعلمته في معهد الحاسب الآلي بتاع الجيش أكتر بكتير قوي من اللي اتعلمته في الخمس سنين بتوع كلية هندسة. كان أي كتاب جديد ينزل أو أي بحث جديد يبعت لي ويقول لي خد ترجم ده. خرجت من الجيش لقيتني سابق كل زمايلي بمراحل، وهو اللي شغلني في الشركة اللي أنا شغال فيها دلوقتي. ربنا يكرمه ويديله على قد اللي عمله معاك يا زاهر يا ابني. واحد اثنين ثلاثة أولا أنا أحب أسلم على جمال بيك. أهلا بيك يا ناجي. أهلا جمال باشا. والله من خلال معاشرتي لجمال بيك في الفترة القصيرة اللي قضاها معانا في الإمارة اكتشفت إن الشخصية محترمة. تهاني تهاني، أيوة تهاني، ده أنت لسه ما خلصتش. الراجل ده معرفه كويس، ده ابويا، ده خيره عليا من ساس الراس. ناجي بيه عطا الله، انا ما شفتش رجوله وجدعانه كده في حياتي، وانا شفت بهدله ومرمطه غير لما بعدت عنه. طول ما كنت معاه كنت حاسس ان ليا ضهر. وبعدت عنه ليه؟ وهو موسى لما ساب الخدمه دول وظيفه كبيره في الخارجيه وراح اشتغل في السفاره المصريه في اسرائيل، لولا كده كان زماني لابت له وما كنت سبته ابدا. وكان ممكن تروح معاه اسرائيل يا تهاني؟ كنت روح مع جهنم الحمراء كمان. خدي خدي خدي، ايه الخربشه اللي في ايدك دي؟ ده سلطان كان بيهزر معايا كده. يا دي النيل على سلطان، هو انا ماليش غيره ولا ايه؟ انا ابتديت اغير منه. ايه يا تهامي ده؟ هتغير من حته اسد؟ بقول لك ايه، اسمعي، احنا اول ما هنتجوز هتسيب السيرك ده خالص وفهمي باباك الموضوع ده. ايه اللي انت بتقوله ده يا تهامي؟ لا طبعا انا ما اقدرش. انت عارف كويس قوي يا تهامي ان دي حاجه بتجري في دمي، انا ورثها ابا عن جد. وبعدين بيني وبينك يا حبيبي، الاسود اللي مش عاجبينك دول ساعات بيبقوا احن من بني ادمين كتير قوي والله. هتقولي لي لما
مؤاخذة بقى، ياما كنت أنا في السجن، ياما كنت في الحبس الانفرادي يعني، فقاعد بقى مقضيها تجرمة وقلة أدب، لغاية ما جالي في يوم زي ما تقول كده إيه خبر إن أمي هتاخد استمارة وتفلسع من الدنيا، أنا اتجننت. الله، أبقى محبوس يعني لا مؤاخذة وأمي تفلسع لوحدها؟ بقت دماغي عمالة تودي وتجيب ومش مستوعب. آه بقيت عامل زي موتور المية اللي شغال والمية قاطعة. مين اللي هيجيب لأمي الكهف؟ مين اللي هيجيب لها المعددة عشان خاطر تصيطها وسط النسوان؟ قلت ما بدهاش، هبت مني بقى، قمت داخل براسي في الحيطة وقعدت اخبطها واقول يا اما يا اما يا حبيبتي يا اما. عايز ايه يا واد عبد الجليل؟ جرى ايه يا اما؟ الله، بحكي انا والرجالة. الله، انت رامي يا واد معانا ولا ايه؟ خشي نامي يا اما، خشي نامي في ليلتك. مش هنام لما تطلع تتخمد انت كمان. طب يا اما، طب يا ام الغوالي، انا جايلك يا غاليه، خش يلا حبيبي. لولا غلاوتك عندي اللي تشك في مخنوقك اللي بتشر عليه. المهم يا جدع منك، ليه كنتكوا في الكلام؟ لقيته داخل عليا الباشا اللي كان في التلفزيون. هو ده دي عشة ناجي بيه عطا الله. ما هو لما أقصى ما كانتش تحصل حاجة في المنطقة اللي أنا فيها إلا لما كان يجي، ولما كانت تتشم الكلانية بتاعته بس في المنطقة من بعيد على بعد 10 كيلو كانت الدنيا كلها تقف على رجل. وعمل معاك إيه؟ استفتح كده يا معلم، أم مناولنا 4 في 4. 4 في 4 إيه؟ 4 في 4 أربع شلاليت على 4 بنيات مشكلة. ساعتها اتكومت أرض أرض وعرفت ان مفيش حاجه في الدنيا دي تنفع ابن ادم، لا خال ولا عم ولا حتى الام. المهم يا معلم، فتكوا في الكلام، هبت مني ما بقتش عارف اعمل ايه. الله، امي تموت وانا قاعد هنا محبوس. قعدت اصرخ تاني يا اما يا اما يا حبيبتي يا اما. عايزني يا اما يا اما. فين بتنده عليا ليه؟ جرى ايه يا اما؟ في ايه؟ الله، ايه اللي جرى؟ انت هتطلع الواحد عن شعوره بره شعوره خالص كده ليه؟ الله، بطوح عينك انا والرجاله، مالك انت؟ ما تخش تنام يا اما في ليلتك بقى. الله، مش هتخمد الا لما تطلع تتخمد انت كمان. يا اما يا اما، ابوس ايدك. انصرفي يا اما، انصرفي يا ام الغوالي وطلع لي. يلا حبيبي، يلا يا اما. الضربه في لسانك بعد الشر بعد الشر. المهم فوتك في الكلام، لقيتهم قاموا واخديني موديني على السكن بتاع الباشا. انا قلت خلاص هتعزق الطريحه التمام. لقيت الباشا قام داخل عليا وقام رامي في وش شوال وقال لي البس يالا. شوال ايه؟ شوال الرز اللي بيجينا بتاع التعيين. المهم فتكوا في الكلام، قمت لابس لمؤاخذه الشوال وقام هو رابط الفيونكه، وقمت انا متشال. حطني فين؟ الله اعلم. تقولش في عربيه، تقولش في شنطه عربيه، شويه كده ولقيت الشنطه اتفتحت والفيونكه اتفكت، وبضرب عيني كده لقيت نفسي قدام بيت امي عشان خاطر اطمن عليها قبل ما تموت. عليا النعمه رجوله يا عبد الجليل. الله، امال ايه دي عيشه؟ بقول لكم ناجي بيه عطا الله. في رجوله كده؟ لا، في مجدعه كده. الله، الراجل ياخدني وعلى مسؤوليته وفي عربيته ويجيبني هنا عشان اطمن على امي قبل ما تفلسع. ربنا يخليك لينا يا ناجي بيه عطا الله، والله يرحمك يا اما. ولا ايه يا رجاله؟ خير استاذ السفير. اتفضل يا نجيب. اداره مصر في وزاره الخارجيه الاسرائيليه هنا بعتين عايزين يقعدوا معاك. بخصوص ايه سيادتك؟ واضح ان تصريحاتك في البرنامج التلفزيوني ضايقتهم جدا. الحقيقه انت زودتها شويه. دول بيتلككوا بقى. انا عارف الموضوع ده جاي منين. جاي من عندهم هم من جوه. أنا عايزك تدير المسألة بشكل لائق. إحنا دبلوماسيين وعمرنا ما تصرفنا بشكل انفعالي. يعني هيتحقق معايا هنا أستاذ سفير ولا إيه؟ لا إطلاقا، ولا حد يجرؤ يقول كده. هم باعتين يقولوا إن في بعض الاستفسارات الخاصة بيك، عشان كده عايزين نتكلموا معاك. ازيك؟
زائف جدعون، مدير إدارة مصر في الوزارة. اتفضل مستر ناجي. في الحقيقة أنا عاوز أتعرف بسيادتك من زمان، بس الظروف بقى ما سمحتش. خير يا مستر زيف. أولاً لازم سيادتك تعرف إن إدارة مصر هي أهم إدارة عندنا في الوزارة، والسياسة الإسرائيلية يهمها بشكل كبير استمرار التعاون معاكو وتلطيف الأجواء دايماً. وإيه اللي عكر الأجواء يا سيد جدعون؟ يعني بعض العبارات اللي حضرتك قلتها في الحفل كانت قاسية وسابت ردود أفعال مش لطيفة في الجو العام. يا سيد جدعون، إحنا لو وقفنا البعض على الكلمة مش هنخلص. أجيب لك جمر وعبارات زي الزفت قالوها مسؤولين إسرائيليين عن مصر وبيقولوها كل يوم. أنا مش عاوز سيادتك تنفعل. أنا أصريت إن لقائي معاك يبقى ودي علشان أعبر لك عن وجهة نظر أكيد تهمك وتخليك كمان تكون أكثر حرصاً بعد كده في تصريحاتك. أنا عارف أنا بقول إيه كويس، أنا ما بهرتلش. عموماً الموضوع ده خلص خلاص، احنا عاوزين نتكلم معاك في موضوع تاني خالص. موضوع ايه؟ بس لو تسمح لي، في اتنين هينضموا لنا يشتركوا معنا في النقاش. مستر مشتيف باولا، مدير جهاز الامن العام. رافس يوسي كارم من الامن العام، عارفه كويس. نجبك، نحن في عنا بعض الأسئلة والاستفسارات وحابين من سيادتك فوضي حولها. أسئلة؟ ومن إمتى الأمن العام بيحقق مع الدبلوماسيين؟ نحن منعتذر نجيبك، إحنا بدنا تفسير لشبكة العلاقات الكبيرة اللي أنت عاملها في تل أفيف. أنت بتسألني أنا؟ هذا راجل محبوب وليه شعبية كبيرة في وسط الناس، ما تسألهم هم. إيه سبب ترددك على سوق الكرمل بشكل مريب؟ انا راجل عازب وعايش لوحدي، لما احب اشتري خضار هشتريه منين؟ من الاجزخانه؟ دايما نشوفك واقف مع واحد اسمه مصعب ابو الجدايل، عنده كشك في السوق، ايش علاقتك فيه؟ انا ما اعرفش حد اسمه مصعب ابو الجدايل. واسمع بقى، انت جيت لي مره البيت الساعه 1 بالليل وكنت عايز تخش بالعافيه، وانا عديتها ما رضيتش عليها، لكن اقسم بديني أنا أفضحكم في وسط الدنيا كلها، واحترم نفسك واعرف أنت بتكلم مين. يوسي تشتطيك، قال تدبر. أنا بقدم اعتذاري للمرة الثانية نجيبك، وأرجو أنه تقبله. يوسي تعزوف أوتانو، تفضل. يلي صار كان مجرد دردشة وأنا ما حابب كثير إنه تنفعل. الصراحة وحتى نبتعد عن الشك وندخل بالموضوع مباشرة، نحن في عنا سؤال واحد، وهذا السؤال بحاجة لجواب من حضرتك. وإيه بقى هو السؤال إن شاء الله؟ هذا رصيد حسابك في بنك لأمي. وانتوا بأي حق تطلعوا على حساباتي في البنك؟ نجيبك، المبلغ الموجود بحسابك مبلغ كتير ضخم وما بيتناسب أبدا مع دخلك الشهري يلي نحنا كمان عارفينه. نحنا من حقنا نسأل عن مصادر فلوسك. ما فيش حد في الدنيا من حقه يسألني عن مصادر فلوسي. أنا هسحب فلوسي من البنك ده وهحولها البنك بره إسرائيل. ده فيلم سخيف وهبل اللي أنت بتعملوه. مصادر فلوسي في البنك، كنت واقف مع واحد اسمه مصعب أبو الجدايل، وطبعا هيطلع أبو الجدايل ده من المقاومة، ويبقى أنا بمول المقاومة من الفلوس اللي في البنك. ها؟ مش بعيد كمان أكون وراء عملية اغتيال وزير السياحة بتاعكم. اسمع يا مستر مشتيف، شغل العصابات ده لا يليق بدولة.
ده إذا كنتوا عايزين تبقوا دولة، وأنا مش هسكت على الكلام ده. إيه يا مستر هليفي؟ أنت عمال تلف وتدور كده، في إيه؟ أنا جاي أسحب رصيده كله من البنك، أنا حر. طبعًا مستر ناجي أنت حر، بس كان لازم تعطيني خبر مشان أجهز لك الحساب. ما يصير هيك فجأة هاتوا فلوس خذ فلوس، لا لا ما يصير، صعب. ماشي أجا خدهم بكرة. لا لا بكرة صعب، نحن صرنا بكرة، المسألة بدها شوية وقت. وقت إيه؟ دي فلوسي، لما عوزها لازم ألاقيها في أي وقت. مستر ناجي أنت لازم تهدى مشان نعرف نحكي. تشرب قهوة؟ مش عايز زفت. مستر ناجي أنت ليش زعلان من بنك لأمي؟ عشان البنك اللي يسرب رصيد عملائه لأي جهة مهما كانت يبقى بنك غير أمين. لا لا مستر ناجي ما بيصير تحكي هيك، هذا أضخم بنك في الشرق الأوسط. مستر هليفي هاخد فلوسي إمتى؟ الحقيقة ما أعرف، أنا جت لي أوامر من جهات عليا بتجميد كل أرصدتك، وما أقدر أحركها إلا لما تجيني أوامر ثانية. تجمدوا أرصدتنا؟ لا ده نصايع أنا أطبقها على دماغكم كلكم إلا الفلوس، وأنا هعرفكم مين نجع طلع يا حرامية نصابين يا ولاد الكلب. اللي عملته يا ناجي بيه غلط بكل المقاييس. في الحقيقة أنا مندهش، أنت تعمل كده؟ ده أنا كنت بضرب بك المثل في الانضباط وضبط النفس، الصحافة مسمياك الدبلوماسي البلطجي. طب أقدر أقول لهم إيه؟ ست سفير، الناس دول بيستفزوني بقالهم مدة، ما كنتش أقدر أسكت لهم المرة دي، ومش هسكت. أنا مش عايز تدخل دبلوماسي ولا عايز السفارة تدافع عني، سيبني أنا والناس دي، أنا هعرف ألعبهم كويس. ناجي بيه أنا يؤسفني أبلغك إن الخارجية استغنت عن خدماتك. ماشي يا سيادة السفيرة. تحب نحجز لك على طيارة النهاردة ولا بكرة الصبح؟ لا ولا النهاردة ولا بكرة، أنا قاعد هنا شوية هخلص شوية حاجات كده معاك. هو مستر ناجي مش جاي النهاردة ولا يا مزراحي؟ لا جاي، بس هو النهاردة عنده جلسة في المحكمة والنهاردة هياخد حكم لصالحه. دي رابع جلسة بيحضرها وبيأجلوها، ما كنت تشوف له محامي عدل يا مزراحي؟ محامي عدل؟ مستر ناجي معاه أحسن محامي في تل أبيب، ديفيد مزراحي، درس قانون في فرنسا. غريبة، أنا عمري ما سمعت باسمه قبل كده. إيه؟ أنت مش هسمع اسمه قبل كده؟ ده أشهر أفوكاتو هنا. وبعدين ده يبقى ابن أخويا. ابن أخوك. مش كنت تقول كده من الصبح يا عم إيلي؟ بس أهو ناجي بيواصل أهو. خير يا ناجي باشا، عملت إيه في المحكمة النهاردة؟ نقول مبروك. اتأجلت برضه. اسمع يا ناجي بيه، أنا رأيي إن القضية دي ملهاش نهاية، وممكن تفضل قاعدة كده أكتر من 60 سنة من غير ما تتحل، وانت هتفضل رايح جاي كده من غير أي فايدة. الجماعة دول أساتذة في المماطلة والتسويف، قضيتك مش هتتحل بالشكل ده. ولا هتتحل إزاي؟ مفيش غير إنك تفضحهم. الإعلام دلوقتي أقوى سلطة في الدنيا كلها. نعمل لك مؤتمر صحفي كبير ونجيب لك وكالات الأنباء والمحطات التلفزيونية ونثبت للعالم كله إنهم لصوص وحرامية، ده اللي هيحرك القضية بتاعتك. أنت يعني شايف إن العالم كله عنده ضمير قوي يعني؟ ما الدنيا كلها عارفة البلاوي الزرق اللي بيعملوها، والإعلام عمال يلطم ويزعق ويصرخ، والعالم عامل ودنه من طين وودن من عجين. أنت بتتكلم في إيه؟ وأصل الموضوع ده لازم يكبر وياخد صفة سياسية، مصر كمان لازم تتدخل وتضغط. يا عم سيب مصر في حالها، مصر مش ناقصانا انا كمان اصلا. طب وانت ناوي تعمل ايه يا نجمي؟
مزراحي. بقول لك ايه يا مزراحي؟ هو رافي فين؟ بقاله مدة مش باين. رافي دخلته مستشفى وعمل عملية جراحية في القلب. الله 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 الله، لا حول ولا قوة إلا بالله. ومحدش يقول لي؟ الله، ده كلام يا مزراحي؟ ما رضيتش أشغلك. أنت كمان كان عندك مشاكل كتير. المهم هو صحته عاملة إيه دلوقتي؟ أوعى يكون هيخلص، ده أنا ليا عنده فلوس قد كده. لا ما تخافش. ما تخافش ناجي بيه. البني آدم بيموت لكن الدين عمره ما بيموت. يعني هو دلوقتي في المستشفى ولا خرج؟ طمني. لا خرج وبقى تمام. امال ما بيجيش ليه؟ أصله ظروفه صعبة كتير ناجي بيه. عليه ديون كتير لناس، وكمان في مشاكل مع روني ميتال السمسار. ليه؟ أخد شيكات عليه وقدمها المحكمة. عارف نجيبيه كان رافي عندي في البيت وقعد يشتكي لي ويعيط بالدموع. ده خلاص حياته اتدمر خلاص. وروني يعمل كده ليه؟ أما الراجل ناقص صحيح، مش قادر يصبر على الراجل شوية؟ أهو جه على السيرة، ريتنا كنا افتكرنا ربع شيكل. ايه مستر ناجي؟ عمال اكلمك في التليفون كتير وانت ما بتردش. ما انا عامله سايلنت، مش عايز حد يكلمني. مش مخمز راح بسادر. روني، ايه اللي انت عملته في رافي ده؟ انت ليه واطي كده؟ انا بصراحه صبرت عليه كتير، صبرت عليه كتير قوي، مره واتنين وتلاته، وانا عندي مصاريف. مصاريف ايه؟ انا عمري ما شفتك بتحط ايدك في جيبك يا راجل. أنا كمان واخد على خاطري منك كتير مستر ناجي. ليه؟ لما أنت ناوي تبيع الشقة تحتك تروح لحد تاني جروني وأنا أعرف من بره. تعرفت؟ لا ما تجيش منك دي مستر ناجي أبدا. ما أنا لو كنت جيت لك كنت هتفطست في سعر الشقة، وأنا مش ناقص خسارة. كنت هشتري بالسعر اللي أنت تقول عليه. تعرف الشقة جايبة كام قبل ما نتكلم؟ عارف، بس دي مبالغات كتير قوي مستر ناجي. ساعة دفع الفلوس في أمور كتير قوي بتتغير. عشان كده بقى ما كنتش برد عليك في التليفون. أنا ما عنديش شقة تتباع. مستر ناجي، أنت ناوي ترجع مصر إمتى؟ بعد ما بقي الشقة على طول. خلاص، النهاردة بالليل هيكون عندك كل الفلوس كاش. دولارات وبالسعر اللي أنت عارفه. ما تقلبش دماغك. أوكي، اللي تشوفه. اصحى فوق. سناجي، ايه يا ابني اللي انت بتعمله ده؟ تعيا وتخش المستشفى وانا ما اعرفش؟ اعرف لما تخرج من المستشفى. وبعدين قطعت بينا مره واحده كده، انت زعلان مني في حاجه؟ انا حبيبك يا رافي. انا اسف سناجي، أنا بس مكسوف منك، أنت عمرك ما تخليت عني أبداً. يا راجل ما تقولش كده، إحنا ناس متحضرين
نقدر برضو الظروف بعض. أنت راجل كويس مش هاجي بسيك. أنا جاي أسلم عليك، أنا نازل مصر خلاص. سنيجي أنا عارف أنت ليك فلوس كتير عندي، بس أنا دلوقتي أوعى تكمل. أنت عبيط ولا إيه؟ أنت ما عرفتش أنا عملت إيه في روني مثال. اسأل مزراحي، مرمطت بيه الأرض. عايز يسجنك الحقير الواطي؟ وأنا هتسجن خلاص يا سنيجي. محامي قال لي مفيش أمل. حاولت آخد سلفية من البنك عشان أسدد، البنك مش عايز يديني. يغور البنك باللي فيه، لا يتحرق. تعرفت عملوا معايا ايه؟ عارف سناجي، عرفت. عرفت مين اللي فقعني الاسفين ده وعمل الليلة دي كلها؟ عارف سناجي، عارف. قريبة بتاع الشباك. بلاش نتكلم هنا بس سناجي، سيبه بلاي، بلاش نتكلم. فعلا، تعال نكمل في البيت عشان نتكلم براحتنا. حتى الخمرة هنا مغشوشة. حسام الصرافي، خلي بقى على شانك. سلامتك بالروف، سلامتك حبيبي، تعالى. يلا شوف يا رافي يا اخويا، اللي عايز يعيش سعيد في الدنيا دي ما يقعدش يحلم بيها، لازم يعملها على ايده، هاند ميد يعني. خلي بالك، خلي بالك. يعني انا مثلا ما اتجوزتش ليه لغايه دلوقتي؟ لان انا عارف ان مفيش ولا واحده في الدنيا تقدر تستحملني، ولا انا كمان اقدر استحمل اي واحده. انا عايشها لحظه بلحظه، بستطعم كل ثانيه في حياتي. الثانيه اللي بتروح ما بترجعش يا رافي، الثانيه اللي بتروح ما بترجعش. معك حق بس يناجي، معك حق. والله انت صعبان عليا يا اخي. شوف بقى لي كام سنه اعرفك، عمري ما شفتك مبسوط، عايش في غم على طول، ودي بتبقى حياة يا راجل. طب أنا هقول لك على سر مسوناجي محدش بيعرفه. قول. أنا لما دخلت المستشفى ما كانش عشان أعمل عملية. أنا انتحرت وهم حاولوا ينقذوني في آخر لحظة. الله، انتحرت؟ أنت اتجننت يا راجل أنت؟ تنتحر؟ يعني عن أبو اللي زعلك. طب والست اللي معاك دي ذنبها إيه؟ لما أنت تنتحر وتسيبها لوحديها. وهي بصراحة موزة، اللي هيقعد بقى يلغيها، اللي يقعد يبص لها بصة كده بصة كده. أنا انتحرت عشان أسيبها مش لاقي. لا ده كلام كبير بقى، ده الموضوع عايز له قعدة. إيه الموضوع؟ عيالت بتخني يا مش لاقي. يا راجل بتخونك إيه؟ ما تبقاش شكاك كده، أنت بتخرف ولا إيه؟ أنا بخرفش مش لاقي، عيالت بتخني هنا. هنا بتخونك في جيبك؟ بس بتخنصر فلوس من وراك يعني. ايه ده دليل خيانتها بالصوت والصوره. انت هتطلعها كاميرات في كل حته في البيت؟ كاميرات ايه يا مسلاجي؟ انا رافي دافيدوفيتش، واحد من اعظم ثلاثه في العالم في تطوير انظمه الانذار والمراقبه. الجهاز ده بيعمل باشعه كهرومغناطيسيه، بتدخل اي مكان وبتسجل أي حاجة بالصوت والصورة. البتاع ده، البتاع الصغير ده، وده بيشتغل إزاي؟ قصدي يعني عايزين يشغله عشان نتفرج، عشان نتأكد كمان يعني. وقصدي لما بتاع صغير زي ده يعني يخرب بيوت، لازم نبقى واثقين. لو كل زوج في إسرائيل معاه بتاع صغير زي ده، إسرائيل كلها هتولع في بعض. انت مش مصدقني يا سناجي؟ فاكر ان انا بخرف سكران؟ لا 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 يا راف، انا مصدقك وكل حاجه، بس انا اصلي بص، انا لازم اشوف عشان اتاكد. مش ممكن تكون مجبره؟ ممكن تكون مجبره على كده. هو مين اللي كان معاها؟ لو مؤاخذة في السؤال يعني، قريبها يوسي كرمي بتاع الشباك. يوسي كرم، الله يخرب بيته، ده مش عاتق. طب شغلهن كده، أنا هوريك مشهد عشان تتأكد. ما نشوفه أحسن على الشاشة الكبيرة عشان تبقى كل حاجة واضحة وباينة، ها؟ لأن دي أعراض برضه.
رامي وايالي صحيح. مش قلت لك؟ استنى بس استنى نشوف ده بيبوس ايديها يعني مش حاجه. الله 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 الله. استنى بس مش جازي سناجي من فضلك. استنى مش جازي يكون جاي يقول لها كلمتين وماشي. هي اي نعم لابسه بتاع البيبي دول ده بس ممكن يكون من عجمه يعني دخل. الله 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 الله. يا حبيبي استنى اما نشوف مش يمكن تضربه بالقلم في الاخر. لا انا مش قادر سناجي انا مش قادر بعد كده. طيب سيب لي الحاجات دي وانا حاب اتاكد بنفسي بعد كده. ايه يا مستر رافي ما تعملش في نفسك كده. دوليه خاينه وراجل سافل تشوطهم بجزمتك. انت بتحبها يا رافي؟ بتحبها. يبقى انت مالكش عيش في البلد دي. لازم تسافر. لازم تهاجر. يا ريت اقدر يا ريت اقدر. لا هتقدر. تعال قوم هات كاسه هنقعد انا وانت كده نلعب بوله حلوه وانا واثق انك انت هتكسب النهارده. لا اقعد هنا اقعد هنا. ايوه اشرب لك كاس كده. ها هروح كده واجيلك. دول الشيكات اللي عليك ليا. دول يعملوا لهم حوالي 180 ألف دولار. روني ميتال عرض عليا انهم ياخدهم مني ب 100 ألف دولار. بس انا ما رضيتش ابيعك لراجل حقير زي ده. شوف يا رافي الفلوس دي ممكن تحل لك مشاكلك كلها. تسدد الديون بتاع روني ميتال. تسدد فوائد القرض اللي انت واخده من البنك. والشيكات دي انا مش عايزها. خليها لك. ايه رايك؟ مش كده تتحل كل مشاكلك؟ وتسافر تسيب اسرائيل تطلع بره تبتدي حياه جديده تعيش الحياه اللي انت عايزها. سناجي انا مش مصدق اللي انا بسمعه. انت بتتكلم جد؟ انت عمرك شفتني بتكلم كلمتين؟ انا دايما اتكلم كلمه واحده. بس انت هتعمل معايا كده ليه طيب؟ شوف يا رافي انت هتاخد الحاجات دي كلها وانا هنقذك من السجن. مش طالب منك غير حاجه واحده. حاجه صغيره كده. تحت امر سناجي اي حاجه. فلاشه. فلاشه بتاعت ايدي. فلاشه الصغيره اللي كانت معاك دي. انا عايز فلاشه عليها السيستم الامني اللي انت مصممه لبنك ليومي. انت بتكتب فلوسي محبوسه جوه وانا ببقى بره.